شادي صدى البلد، اهلا وسهلا بيكم في بس جديد. هنعرف من خلاله اسعار الدواجن اليوم، هنعرف هل هي ارتفعت ام انخفضت، هنعرف الاقبال عامل ازاي الفتره الحاليه. زي ما احنا شايفين كده الدواجن اهي، هنعرف النهارده سعر البانيه كام زي ما احنا شايفين كده. دواجن البيضة زي ما احنا شايفين كده. عرف نفسك، عايزين نعرف الاسعار ايه النهارده. البط والوز وال الأرانب، الإقبال عامل إزاي الفترة الحالية؟ الإقبال بيبقى على إيه أكتر؟ الأسعار دي كده انخفضت، هل في انخفاضات تانية ولا؟ هل متوقع بقى انخفاض ولا ارتفاع؟ تمام، شكرا. زي ما شفنا كده مشاهدي صدى البلد، عرفنا ان الفراخ النهارده البيضه ب 79، الفراخ البلدي 120، البانيه ب 190. شكرا متابعي صدى البلد.